فمن هو سيدهم بعد رسول الله؟ ومن هو قائدهم؟ ومن هو كبيرهم؟ أبو الحسن علي عليه السلام. هل هو أفضل من أبناء رسول الله، أبناء فاطمة بنت محمد عليهم السلام أجمعين؟ نعم، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: وأبوهما خير منهما. وأبوهما خير منهما، الإمام علي خير من حسن وخير من حسين عليهم السلام أجمعين. يا الإمام الذي خصه المفكر والأديب اللبناني جورج رداق بموسوعته من 5 أجزاء: علي صوت العدالة الإنسانية، مسيحي إيه زهد فيه بعض المسلمين لا يزهد فيه عشاق المجد والشرف والبطولة والعظمة المفردة الباذخة. أيها الإخوة، أتحدى رجلا يعرف البطولة والشرف والقيمة والأخلاقية معنا ثم يقرأ سيرة الإمام ولا يخرج عاشقا له؟ أتحدى رجلا في العالمين يعرف ما معنى البطولة، ما معنى الشرف، ما معنى الأخلاقية أيها الإخوة، ما معنى الإيمان الوثيق، ما معنى اليقين العميق، ما معنى الرجولة، ما معنى عفة النفس أيها الإخوة، بطولة النفس. ويقرأ أبو الحسن ثم هو لا يعشقه، مستحيل، والله العظيم مستحيل. الإمام علي أيها الإخوة إذا ذكرت البطولة والنجدة والبأس والجهاد، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتن إلا علي. في الخندق معروف قصته مع إيه؟ مع فارس العرب، فارس المشركين، عمرو بن عبد الود، الرجل الطوال الضخم الذي ما استطاع أحد أن يصرعه أصلا. شو الغريب هذا الرجل؟ لأن الكبر وزه أيها أدار عقله، جعل يترقب في جماعة قليلة، نفر من فرسان الجاهلية، من فرسان قريش أيها الإخوة، ثغرة في الخندق حتى وجدها، فاقتحم بفرسه ومن معه حتى صار إزاء المسلمين. هكذا تحمل مبارزة، طبعا شرف البطولة، لا أحد يرميه بسهم ممنوع، هذه المبارزة. فقال: هل من مبارز؟ أرم الصحابة، لم يجر أحد أن يقول عنه، من يقول لعمر بن عبد الهد ولا أحد، وعلي يقول: أنا يا رسول الله. اسكت يا علي، اجلس، هذا عمر يقول له، هذا عمر يا علي، مش إنسان هذا. هل من مبارز بمكة المسلمين؟ ألستم تزعمون أنكم إيه تروحون إلى الجنة وأن، فهل من مبارز؟ هكذا يكسر نفوسهم الصحابة، ولا واحد. علي: أنا يا رسول الله. المرة الثالثة أذن له ودعا له: اذهب. علي شاب صغير وهذا فارس مخضرم. فلما رآه قال له علي عليه السلام: يا عمرو، ألست قد درجت على أنه لا يخيرك أحد بين خلتين إلا أجبته إلى إحداهما؟ شوف، يريد أن يدعوه في البداية، مش استرى العضلات. قال: بلى، أنا هذه طريقتي، هذه عادتي. قال: فإني أدعوك إلى الله ورسوله والإسلام. قال: لا حاجة لي، غضب، لا حاجة لي، الآن صار ضد عادته، يعني رجل كريم كان عنده عمل الكرم، كرم النفس والمجادة أيضا. لا تدعو إلا خصلتين، إلا إيه؟ أجابك إلى إيه؟ واحدة منهما. قال: لا أريد الإسلام، لا أريد. قال: فإني أدعوك إلى إيه؟ النزال، إذا نازلني. فضحك، تبسم عمرو. فالإمام علي كان رفعا لم يكن طويلا، والعرب كانوا بشكل عام فيهم طول. الإمام علي كان ربعة لأنه كان ممتلئا كالأسد كالليث يمشي على الأرض. وهذا الرجل طوال. تبسم وقال: ألست ابن أبي طالب؟ قال: نعم. بلى. قال: أبوك كان صاحبا لي، صديقا لي، وإني والله ولات، قال أعوذ بالله، وإني ولات لا أحب أن أهريق دمك. اذهب يا ابن أخي، عفوت عنك. قال: أنا أحب أن أهريق دمك، أنا سأقتله. فغضب عمرو، استحمق، غضب، فنزل عن فرسه فعقره، قتل الفرس، ثم صاول عليا، فإذا بعلي تصدى له كالسد المنيع أيها الإخوة، صول من أعظم ما رأى الفرسان، وما هي إلا جولات يسيرة، وإذا بالرجل سقط على الأرض يتشحر، قتله بالعرض،
فكبر رسول الله وكبر المسلمون، وعاد علي يتهلل وجهه بالبشر والسرور بالنصر الموكن المظفور أيها الإخوة بعزة الله، واعتنقه النبي، استقبله شاعرهم وقيل هو للإمام علي: نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه معشر الأحزاب. يوم أحد أيها الإخوة تلقى الراية باليمين وسيفه بالأخرى، وجعل يطول ويزول، فإذا بحامل راية المشركين سعد بن أبي طلحة يحمل الراية، وكان فارسا مغوارا، وقال: يا أتباع محمد، هل من مبارز؟ ألستم تزعمون أنكم تعجلون بأسيافكم إلى النار ونعجلكم بأسيافنا إلى الجنة؟ فاخرجوا إلي، هل من مبارز؟ سمعه علي، والأمر كان هزة عظيمة، تعرفون في أحد ماذا حدث، فقال له: أنا لها، أنا لك يا ابن أبي طلحة، والله لا أريم حتى أعجلك بسيفي هذا إلى النار، حتى تعرف من أتباع محمد. ما في تصاول جولة فاختلف ضربتين. الإمام علي ظل واقفا وجرح جراحات كثيرة يوم أحد سأتحدث عنها، وسقط الرجل فهوى عليه بسيفه لكي يجلله بالعار والشنار والموت إلى النار، فبدت سوءته كأنه أبدى عنها، فانصرف علي الحيي الذي ما رأى عورة قط أيها الإخوة، فقيل له: لما لم تدفف علي؟ لما لم تجهز علي؟ قال: بدت سوءته فعطفني عليه رحم. شو الفارس هذا؟ هذا مش فارس غدار ولا جبان ولا نقاض للعهود ولا دساس ولا صاحب أخاديع ولا يرشي الناس عن ضمائرهم أبدا، في مثل هذه المعنى الحمراء بطولة، شرف نفس، مجادة عرق، نبل أصل أيها الإخوة. هذا علي، كيف يجمع البطولة والقوة والبأس والشجاعة أيها الإخوة إلى الرحمة والعفة واللطف والمعدلة أيها الإخوة؟ شيء غير طبيعي، شيء غير عادي. النبي كان يدرك هذا تماما، وسوف يأتيكم البرهان. قال: بدت سوءته فعطفني عليه رحم، فعطفني عليه رحمه قرشي، فتركته. الله أكبر يا أبا الحسن، إيه يا ابن أبي طالب. وفي يوم خيبر، وما أدراكم ما خيبر، حصون منيعة، حصل الذي كان فيه مرحب فارس اليهود الأكبر والأشرس، مرحب مشهور بالفتك، يبعث النبي المرة الأولى أبا بكر على رأس فرقة كثيبة، فعادوا ولم يفتح عليه، صعب، حصن منيع جدا المحال. المرة التالية يبعث عمر بن الخطاب على رأس كثيبة، يعود عمر ولا فتح، فيقول النبي بلهجة الواثق بوعد الله ومدده: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح عليه. الله أكبر. قال عمر: فلم أتمنى الإمارة ولم أتطاول إليها إلا يومئذ، رجاء أن أكون ممن يحبه الله ورسوله. حبيت هذه الإمارة، شهادة، هذا أعظم تاج، أعظم نيشان، أعظم شهادة على الإطلاق، ويحبه الله ورسوله. قال: فلما أصبح جعلت أستشرف له، يعلو بصدري، أشوفني، تكون نسيني يا رسول الله، أنا عمر يقول رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقال: أين علي؟ الله أكبر، أين علي؟ قالوا: هو بخير، يشتكي عينيه. فدعا به، فأتي به وهذا بين رجلين، فبصق في عينيه النبي فعوفي أبدا، عاد يرى ما فيه، شوف معجزات نبوية، بصق في عينيه ودفع إليه اللواء ودعا له وبشره بأن الله يفتح عليه. نترك الآن الحكاية والرواية لأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ورضي الله عن أبي رافع. يقول أبو رافع: وذهب علي مع جماعته أيها الإخوة وقال لهم صاحبهم: أنا علي ابن أبي طالب، اللي بيعرفني بيعرفني، أنا علي فارس العرب، فارس كامل. الخبراء في روسيا يقولون علي فارس كامل، مش ثلاث أربع فارس، مش نصف فارس، في نصف فارس، في ربع فارس، فارس كامل. أنا علي ابن أبي طالب،
فباغته مرحب بضربة. أطارت ترسه من يده، ضاع الترس. ماذا يفعل علي الآن؟ لا ترس في يده، هذا فارس اليهود، هذا في خيبر. يقول أبو رافع: فما راعنا إلا وباب الحصن بيده. باب حصن خيبر بيد الإمام، تترس به وجعل إيه يتترس ويضرب، وهوى بضربة على أمه رأس مرحب. قالوا: حتى سمعنا صوت سيفه استك بأسنانه، فلق رأسه ومضى إلى أسنانه، قتله في لحظة من فوره وكبر عليه الله أكبر حين قتل إيه مرحب فارس اليهود وفتح الحصن وكبر المسلمون أيها الإخوة. يقول أبو رافع: والله لقد ذهبت وأنا وسبعة من أصحابي من أصحاب رسول المجاهدين نحاول تحريك الباب على الأرض، نريد أن نحمله، فما استطعنا. ثمانية رجال لم يستطعوا أن يحركوا هذا الباب. كيف حملته بيد واحدة وكنت تترس به؟ هذا علي، قوة ربانية، مدد إلهي، فارس الإسلام هذا عليه السلام. يقول ابن عباس أيها الإخوة: أعظمهم نكاية في المشركين، قال: كان والله سهما صائبا من مرام الله في أعدائه، وما كان لمال الله سروقة، ولا كان بالنومة عن أمر الله، أقام من كتاب الله عزائمه حتى فاز منه برياض مونقة، وكان رباني هذه الأمة، أو قال رهباني هذه الأمة، وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرابتها، ذلكم علي بن أبي طالب.